تعالوا اقول لكم ازاي في اقل من 5 دقايق نبقى امارات في العيد، بما اننا كده داخلين على العيد وعايزين جسمنا يبقى حلو. خلينا نتكلم النهارده عن الجسم وبعد كده نتكلم على الشعر والبشره والكلام ده كله. اول حاجه هنعملها هي ان احنا هندخل ناخد شاور سخن بعيد عن شعرك خالص. هتفتي تاخدي شاور بميه سخنه تفتحي المسام، وبعدين هنجيب اول حاجه الحمام المغربي ده. هوريه لكم. هنجيب الحمام المغربي ده، بصوا ده انا كنت جايباه من على نون، هو سعره برضو مش غالي قوي وكميه وبيقعد معاكي تمام. هنجيب الصابون، هو مش حمام مغربي هو صابون، قصدي هنعمل حمام مغربي. هنحط الصابون ده على جسمنا كله، وبعدين هنعمل ايه بعدين شايفين انتوا الاسبونج دي، هنقعد ندعك جامد تمام لغايه ما نطلع اي جلد ميت او زياده. ما عندكيش دي بتروحي الصيدليه تقولي له انا عايزه الليفه بتاعه الحمام المغربي. طيب كده احنا عملنا حمام مغربي في البيت من غير صالونات وكل الكلام ده. تاني خطوه دي اختياريه، لان هي زياده كده عشان نتاكد ان الجلد الميت كله اتشال. هنعمل اي سكراب عندنا، هنجيبه ده سكراب جاهز ممكن تعمليه في البيت. شويه زيت زيتون على يعني معلقه بن كده والدنيا هتمشي. يعني هتاخدي السكراب ده وهتفركي بيه جسمك كله، هتقومي ماشيه هتاخدي مثلا اهي، هتاخدي حته وتقومي عاملاها على جسمك كله وتقعدي تعملي في حركات دائرية تمام كده. الجلد الميت خلاص طلع وبقى جسمنا نضيف الحمد لله. طيب ايه الخطوة التانية اللي بنعملها؟ الخطوة التانية اللي بنعملها ان احنا بنطلع من الشاور. في حاجة عايزة اقولك عليها تركاية كده، اخر شطفة بنشطف بيها جسمنا بتبقى مية ساقعة عشان خاطر نقفل المسام. احنا فتحناها بقى نقفل تمام. بعد كده هنطلع نرطب اي مرطب عندنا، انا بحب المرطب ده ريحته حلوه جدا. ماشي خدوه لو عايزين تاخدوه سكرين شوت ولا حاجه. ترطبي بيه جسمك كله اي مرطب عندك تمام. بعد ما بنحط المرطب بتاعنا خلاص كده جسمنا بقى جميل عادي، ساعتها نرش السبلاش تمام. اي بودي سبلاش عندك برضو ترشيه على جسمك كله هيبقى ريحتك زي الفل. عايزه بقى حاجة للأندر أرم، يعني حاجة تخلي ريحتك حلوة برضو، أنا بستخدم دوب بس مش استخدام على طول، يعني في المناسبات لأن هو شوية بيقفل المسام بتاع البشرة بتاعتنا. فبقوم واخداه مثلا في الأعياد لو أنا خارجة خروجة وعارفة إن الدنيا تبقى حر بقى والجو وحش، بعد الشاور بقوم يعني هو أهو رول كده تمام. ماشي هو ستيك مش رول سوري، يعني هو ستيك لما تروحي تجيبيه عشان في في دوف كذا نوع يعني تمام. هو ده ستيك، هتقومي عاملاه اندر ارم وهتبقى ريحتك تحفه يعني. طيب ممكن عادي بقى ساعتها نرش، انا برضو برش اي سبري عندك تمام، بتثبتي الريحه والبرفان بتاعك وهتبقي قمر وريحتك جميلة. اهم حاجة احنا اهم حاجة ان ريحة جسمنا تبقى حلوة، يعني مش من اقل مجهود كده نحس ان احنا تعبنا وفي ريحة عرق. ده هيجي باللي انا قلت لكم عليه. ما ننساش طبعا ما ينفعش نعمل كل الكلام ده من غير ما نعمل شيفنج. مجرد ما عملنا شيفنج اصلا الدنيا بتظبط معانا، يعني اللي هو ما بيبقاش فيه ريحة مش كويسة. دي حاجات بتدعم ريحتك، يعني الشيفنج ثم الحاجات دي. اوعوا محدش يعمل طبعا الشيفنج ده، يعني ولا كانك عملتي اي حاجه، يعني لو انت عملتي الحاجات دي من غير شيفنج يبقى ولا كانك عملتي اي حاجه، لان اساسا الشعر على طول بيطلع ريحه يعني مش حلوه قوي. طيب ده كده احنا ظبطنا جسمنا، استنوني بقى الفيديوهات الجايه هقول لكم ازاي نظبط بقى وشنا وشعرنا العيد.